عرضنا اليوم فيلا جميلة جدا في داون تاون طرابزون، خلوكم معنا. العرض عبارة عن أرض مساحتها 600 متر مربع ومساحة البناء 300 متر مربع، عبارة عن دورين زي ما نشرح لكم في الفيديوهات القادمة. المنطقة اللي أنا موجود فيها الساحة الخارجية، نشرح لكم القسم اللي تحت ثم نطلع القسم اللي فوق ونديكم تفاصيل القسم هذا. تعالوا مع بعض نشوف القسم اللي تحت. القسم الأول للفيلا، عندنا الطبقة الأولى أو المستوى الأول للحديقة الأولى، زي ما تشايفين حاطين فيه شوموني، جلسات عائلية جميلة جدا وطلالتها جاية على البحر وطلالة الطبيعة موجودة أيضا، وهذه الحديقة لحالها تكفي. عندنا منطقة خاصة بالباربيكيو زي ما تشايفين، أحلى باربيكيو نسويها مع جلسة عائلية في هذه الحديقة الجميلة. مرتبين كمان ممشى للمشاة أيضا بطريقة جميلة ومنسقة. ما ننسى أيضا أنه الحديقة الأولى والحديقة اللي فوق كلها نجيلة طبيعية منسقة ومرتبة أيضا بالمرشات، يعني نقدر نقول أنه رش الحديقة أو النجيلة بالماء يكون أوتوماتيكيا. منسقين أيضا لو تلاحظوا سور، نقدر نرفع السور هذا أو نخليه زي ما هو. أرض الفيلا كاملة أو المنطقة كاملة 600 متر مربع جاية من هذا السور إلى فوق. لو تلاحظوا أنه في طبقة أخرى كمان مرتبين عليها أشجار ونباتات جميلة جدا. تعالوا نطلع نشوف المستوى الرئيسي للفيلا. المستوى الرئيسي أو الحديقة الرئيسية للفيلا هذه هي برضو في هذه المنطقة، حاطين نجيلة طبيعية ومرتبينها بأشجار ونباتات زي ما تلاحظين والنافورة، وما ننسى كاميرات مراقبة في أطراف الفيلا موجودة أيضا، السور وإنارات ومنسقة بترتيب جيد جدا. أطراف الحديقة حاطين كشافات في الليل يعطي إضاءات جميلة جدا. لو تلاحظوا أنه الفيلا كاملة، واجهة الفيلا وديكوراتها أن كلها حجر طبيعي منسق، حتى موجود هنا مغسلة بالحجر الطبيعي، حاطين لمسات جميلة كذا في أطراف الفيلا. والشيء المميز الكوخ الشتوي نقدر نقول عليها، نقدر نستخدمه في الصيف وفي الشتاء، شيء رائع جدا. مساحة الكوخ هذا أو الكاميليا أو البيت هذا الصغير اللي نقدر نقول عليه، مساحة تقريبا مترين ونص في مترين ونص، حاطين فيه صوبة مرتبة، كل أطراف اللي أنتم شايفين هذه الشبابيك كلها تنفتح، يعني نقدر في فصل الصيف كمان نفتح الشباك ونستمتع بأحلى جلسة على هواء الطلق. وأيضا مقفلة بستاير، تتقفل الستاير هذه لو نحتاج غلقها زي ما نريد. شيء جميل اللي قلت لكم انه هذا القسم اللي هو الكوخ الصيفي او الكوخ الشتوي، نشوف مع بعض القسم الداخلي للبدروم. زي ما انتم ملاحظين حاطين
قسم زجاجي في هذا القسم يعتبر كقسم المدخل. نشوف مع بعض التفاصيل الداخلية. زي ما قلت لكم انه قسم البدروم مدخله من هنا، يعني ما نقدر ننزله الا من هذا الجهة، من الجهة الخارجية للفيلا، ودخوله من الامام، يعني ما له درج خاص لقسم البدروم. حاطين هنا مطبخ، مطبخ منسق وبرضه جميل، ديكور جميل، الوانها راقية وحلوة. موجود ايضا تدفئة، وفي هنا دورة مياه. دورة المياه في قسم البدروم مميزة، ليش؟ عندنا قسم دورة المياه هنا، والقسم الآخر لو تلاحظوا عندنا حمام تركي صغير بيتركب فيه الحنفيات والحاجز هذا، وعندنا هنا حمام الساونا. حمام الساونا يكفي لشخصين إلى 3 أشخاص، وأيضا التدفئة موجودة أيضا في هذا القسم لدورة المياه. هنا عندنا نقدر نقول كجلسة خاصة في هذا القسم، قسم البدروم، حاطين فيه كنبات، لنا حرية الاختيار نخليها زي ما هي أو نغيرها، وديكورات جميلة، ولها بلكونة رائعة جدا. البلكونة هذه زي ما انتم شايفين مرتبة ومنسقة بزجاج شرايح وحجر طبيعي زي ما انتم شايفين، وإطلالتها على الحديقة وإطلالة البحر أيضا نشوفها من هذا الدور، دور البدروم، نشوف إطلالة البحر. كذا شرحت لكم قسم البدروم ايش اللي موجود فيه. تعالوا مع بعض نطلع نشوف تفاصيل اكثر الدورين الرئيسيه للفيلا، تفضلوا معنا. طلعنا من الخدمات الخارجيه للفيلا واعطيناكم تفاصيل البدروم. حاليا انا في جانب او الساحه الجانبيه للفيلا، لو تلاحظوا برضو منسقينها باشجار وبنباتات وزرع جميل جدا. أطراف الفيلا والجدار الاستنادي كلها لو تلاحظوا حجر طبيعي، واجهة الفيلا والجدار الدور الأول والمستوى الحديقة الدورين كلها أحجار طبيعية، أرضياتها أيضا كلها حجر طبيعي لو تلاحظوا. المدخل الرئيسي للفيلا من هنا، تمديدات الغاز الطبيعي الواصلة للمنطقة أو للفيلا موجودة أيضا. عندنا هنا جراج خاص للفيلا، يعني المنطقة هذه مخصصة للفيلا هذه، والقسم الآخر للبيت اللي بالجوار، يعني نقدر نقول أنها تكفي لسيارتين تقريبا، يعني نقدر نقول سيارتين تكفي لهذا الجراج. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة بستانجي، حي كالكنما. حي كالكنما زي ما انتم شايفين متواجد انا في هذا الحي، او حاليا بنصور فيه شارع الجامع او حي الجامع، معروف بالخدمات الحيويه اللي فيه، بالكافيهات، بالسوبر ماركتات، بكل حيويه شارع كالكنما المعروف. الجامعه ايضا قريبه من هذا الموقع، مستشفى الفارابي، المدارس، المواصلات، ايش ما نحتاج موجود بالقرب من موقع الفيلا. تعالوا مع بعض نشوف داخلية الفيلا وإطلالتها ومساحتها، تعالوا تفضلوا معنا. المدخل الرئيسي للفيلا من هذا الجهة. وصلنا يا جماعة الخير الفيلا من الداخل. المدخل زي ما انتم شايفين مدخل الفيلا من هذا الجهة، أنا الآن واقف في الممر أو الكوريدور. مساحة الفيلا من الداخل الدور هذا مع الدور الثاني 220 متر مربع، كل دور 110 متر مربع. عندنا الدرج المؤدي للدور اللي فوق، وعندنا بجوار الدرج عندنا دواليب منسقة جميلة جدا تحت الدرج، خاصة بالأحذية والعبايات بترتيب منظم. الكوريدور كما ما ننسى فيه ديكورات سقفية جميلة، وعندنا ديكورات جدارية أيضا، والتدفئة أيضا موجودة. يميننا على طول المطبخ. لو تلاحظوا مساحة المطبخ ممتازة، حتى أن المنطقة واصل لها الغاز الطبيعي، يعني الفيلا ممددة بالتمديدات الكاملة للغاز الطبيعي، والكومبي أيضا راكب.
دواليب ألوان راقية منسقة وكواليتي جيد ذات درجة أولى. حتى الأجهزة راكبة الفرن مع الطباخ، ما ننسى أيضا عندنا الميكروويف، ورا الباب موجود الثلاجة. يسارنا على طول عندنا الغرفة رقم 1 بالنسبة لهذا الدور، حاطين فيه سريرين فردية مع دولابها، وأيضا ديكورات سقف مع إنارات سبوت لايت، جدا ديكورات راقية وممتازة. أرضيات الممرات كلها سيراميك درجة أولى وألوان براقة، الغرف مع الدرج والصالة كلها باركيه جيد. نجي هنا عندنا غرفة غسيل نقدر نقول عليها، حاطين فيها دواليب، وعندنا دورة المياه التابعة لهذا الدور. دورة المياه لو تلاحظوا الأدوات الصحية مع المغسلة والسيراميك والمروش، يعني نوعيتها ممتازة جدا. ما ننسى أيضا أنه الفلة هذه ما تسكنت، فلة صفر، وتم تأثيثها على أساس أنه ناويين يبيعوها بالأثاث. لو تلاحظوا الأثاث فخم وراقي. جينا الآن إلى الصالة، مساحة الصالة لو تلاحظوا جاي على شكل مستطيل، قسم هنا طاولة السفرة خشب نوعية راقية، وعندنا واجهة من الجنب واجهة الطبيعة، وعندنا واجهة البحر مع النهر من هذه الجهة مع الحديقة، والقسم الآخر حاطين فيه هنا طقم كنب ألوانها مميزة وحلوة يعني، وديكورات السقفية الراقية جدا للصالة. نتوجه مع بعض إلى البلكونة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله صاحب الفيلا ذوقه عالي في الديكور. البلكونة منسقها بحجر طبيعي، مركب لها زجاج متحرك، حتى مهتم بأدق التفاصيل ان الستائر اللي جاية في الشرائح الزجاجية ان كل قطعة بستارتها، يعني اذا فتحنا الزجاج فصل الصيف انه ما يتعبنا الستائر. اطلالة البلكونة، اطلالة البحر، واطلالة الحديقة، واطلالة النهر ايضا. فيلا راقية جدا ومميزة. كذا اعطيتكم تفاصيل عن الدور هذا، تعالوا مع بعض نشوف الدور اللي فوق ايش اللي موجود فيه. تفضلوا معنا. وصلنا جماعة الخير الدور الثاني. الدور الثاني اللي موجود فيه غرفة النوم الرئيسية مع ملحقاته. تعالوا مع بعض نشوف غرفة النوم الرئيسية ايش اللي موجود فيه. غرفة الماستر زي ما انتم شايفين حاطين فيه سرير مزوج مع ديكور راس السرير، ولو تلاحظوا الديكورات السقفية واطلالة غرفة النوم الرئيسية اطلالة جانبية من الجنب. نجي هنا على الدريسنج روم. الدريسنج روم مساحتها، المساحة مش كبيرة، يعني يكفي نحط رفوف أو دولاب صغير يكفي لأفراد الأسرة أو صاحب البيت. ومنها إلى دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية زي ما انتم شايفين الأدوات الصحية من مروش وكلوزيت ومغسلة متناسقة مع غرفة الماستر. وهنا كمان حاطين تدفئة في الممرات وديكورات راقية وجميلة، نقدر نستغلها بلوحاتها ونخليها زي ما هي. أرضيات الممر في الدور اللي تحت كان سيراميك، هنا حاطين باركيه. والغرفة هذه لو تلاحظوا الغرفة رقم 2 بالنسبة لهذا الدور، حاطين فيه سريرين فردية بالإضافة إلى الدولاب. مساحات الغرف ممتازة جدا، ما نقول انها صغيرة، يعني متناسقة ومناسبة. عندنا هنا دورة المياه التابعة لهذا الدور،
دورة مياه متكاملة، يعني جاية بقسمين. القسم هذا نقدر نحط فيه مغسلة، وهم حاطين المغسلة داخلية مع المرحاض والمروش. الصالة تبع الدور الثاني نفس مساحة الدور اللي تحت، حاطين فيه هنا كنبة مع طاولة سفرة، نقدر احنا نغير زي ما يعجبنا احنا، واطلالتها جاية من الجهة الجانبية، واطلالة امامية اطلالة النهر، واطلالة البحر، واطلالة الحديقة التابعة للفيلا. في قطعة ثانية بالنسبة للكنب، وعندنا تلفزيون وديكورات راقية جدا، ديكورات سقفية مميزة. وتعالوا مع بعض نشوف البلكونة الثانية في هذا الدور. البلكونة الأولى كانت تحت، وهذه البلكونة الثانية. زي ما أنتم ملاحظين أن البلكونة أيضا مستخدمين فيه زي ما قلت لكم تحت حجر طبيعي وزجاج شرايح وستائر خاصة، وإطلالتها الرائعة جدا، إطلالة البحر، وعندنا إطلالة النهر والحديقة المميزة للفيلا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الفيلا وملحقاتها وحديقتها. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الفيلا هذه، إن شاء الله يكون الفيديو نال على إعجابكم. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.